السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غدا نشارك معكم الطبيله ديال العشاء ديالنا، نشارك معكم كيفاش حضرتها وغنديكم معايا الصون تخداش ندورو شي شويه. هادو عجبوني بزاف، الشكل ديالهم زوين، تقدروا تحطوا فيهم لي باك ديالكم الخويتمات، صراحه تيجيو غزالين. وهادو حتى هما منظمات ديال المجوهرات، هاد المجوره لي تيغوار حتى هما تتنظموا فيهم المجوهرات ديالكم، الشكل ديالهم زوين. هادي فيها ثلاثة، كاينه واحده اخرى فيها أربعة، هادي حتى هي صراحه زوينه بزاف وشكلها يعني حتى المنظر ديالها كيجي جميل جدا. هاد العلبه تقدروا منظمه حتى هي، تقدروا تنظموا فيها تحطوا فيها لاتيزان ولا تقدروا تديروا فيها المجوهرات ديالكم. هاد اللوحه حتى هي عندها قلم وممحات، كتقدروا تكتبوا فيها شي حاجه، بحال مثلا تكتبوا فيها عيد مبارك سعيد ولا عيد ميلاد سعيد، ولا تقدروا تشريوها لوليداتكم يرسموا فيها، علاش لا. هادو خديديات حتى هما زوينين، عجبوني بزاف، يعني كتزينوا بهم البيوت ديالكم. نتقاسم معكم العشاء ديالنا والطريقه كيفاش حضرت الطبله. اليوم غنتعشاو بلي تاكوز، الا بغيتوا تعرفوا الطريقه كيفاش انا كنحضرهم راه حطيت فيديو قبل، الا بغيتوا تشوفوا طريقتي. غنبدا معكم باول حاجه، هنايا عندي انسالاد، وهنا عندي الماء منسم بلو سيترون ووريقات ديال النعناع. هنا كاين لي فريت، يعني البطاطس مقليه مع لي صوص. هنا لي كاروت، بيبي كاروت. وهنا في الحشوه عندي صدور الدجاج، درت معاهم فلفل احمر والبصل والتوابل. هنا حطيت بعد الخضر باش اللي بغى شي حاجه يصايبها، كل واحد والذوق ديالو، اللي بغى شي حاجه راه كياكلها. وهادو بعض الفواكه، كنتمنى تنال اعجابكم. وحقكم في الجنه.